السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء التفاؤل، مساء الأمل، مساء الابتسامة الحلوة، مساء كل حاجة حلوة عليكم إخواتنا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. يا رب تكونوا متفائلين وسعداء ومبسوطين وسعداء مع بعضكم البعض النهاردة وانتم بتشوفونا. يا رب تكونوا في قمة السعادة، في قمة الانبساطة، في قمة كل حاجة حلوة عليكم يا رب النهاردة، ويكون هذا العام القادم عليكم يا رب يكون قادم عليكم بكل حاجة حلوة عليكم يا رب. هذا العام القادم يكون بسمة أمل وبسمة حاجة حلوة وكل تفاؤل وكل سعادة عليكم إخواتنا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وكل عام وأنتم بألف خير. النهاردة بنمسي عليكم من برنامجكم تفائل مع عايد من قناة الصحة والجمال، برنامج اليومي لو بيأتي في نفس التوقيت. معلش لو احنا أخرنا عليكم بعض الدقائق سامحونا عشان بس تظبيط بعض الحاجات، لكن النهاردة جايب لكم برضه فكاهة وحاجة جميلة جدا وحاجة رائعة من الحاجات اللي انتوا بتحبوها، وكلنا عايزين نشوف الدنيا ماشية ازاي مع هذا الموضوع. في الآونة الأخيرة طبعا كلنا بناكل يوميا، مفيش كلام، وبناكل وجبات كويسه وبناكل فاكهه وبناكل حاجات كتير جدا، لكن يا جماعه دائما احنا يعني كشخصيا او كازواجنا او كاولادنا دائما بيشتكوا من مرض خطير جدا وله مضاعفات خطيره جدا، اللي هو موضوع الانيميا. الانيميا ده يا جماعه ظاهر في المجتمع المصري بطريقه مش حلوه، كبيره قوي، بسبب ممكن ضغط الدم، فقر الدم، حاجات كتيرة جدا، مع العلم ان احنا بنتغذى وبناكل كتير جدا. فحابين النهارده نتكلم معاكم برضه في برنامجكم الاجتماعي عن موضوع هذا المرض الخطير جدا الذي يهدد اسر كتيرة جدا في المجتمع المصري وفي المجتمع العربي بصفة عامة. لذلك النهارده حبينا ناخد جرعة من الباحث والخبير دكتور يونس الأرامبي، المتخصص في العلاج بالطب البديل، وهو عنده مقدرة كبيرة جدا، قدر برضه يكون لنا تركيبة رائعة تقضي قضاء تام على هذا المرض الخطير اللي هو بيهدد حياة ولادنا وحياة الأسرة بصفة عامة. فحابين النهاردة يكون الدكتور يونس معانا. أتمنى من حضراتكم تتابعونا، كل واحد يجهز ورقه بتاعته، جهز القلم بتاعه، ويكون فيه روح كده بينك وبين زوجتك، يعني ايه، عشان الحلقه تبقى كويسه وعشان تكون متفائلين ويكون مبسوطين. قبل ما نبدا مبسوطين سعداء، طب يلا صلوا على النبي الاول. صليتوا، يلا ننطلق. الدكتور يونس الأرامبي الخبير الباحث، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، نورتنا وسعدتنا، الله يبارك فيك يا مساء العسل، مساء الانوار، والله منورنا، منور بيك، نسعد بيك دائما حبيبي، ربنا يخليك. كل التحيه والتقدير للدكتور يونس الأرامبي. النهارده هيكلمنا عن موضوع خطير جدا، موضوع مهم جدا، هو عنده العلاج، هو قدر خبره خلاصه 25 سنه في دول بره، قدر ان هو يجيب لنا الخلاصه بتاع هذا الموضوع. هو مش عايز اقول هو الوحيد في الشرق الاوسط، فريد من نوعه، حاجه عبقريه، حاجه عظيم جدا ان هو يجيب تركيبه، تاخد التركيبه بعد وقت محدد ما يكونش عندك انيميا. ازاي؟ مش عارف ازاي، بس برضه هنعرف ازاي واكتر من ازاي مع الباحث الخبير دكتور يونس. مساء السلام، مساء النور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين والمشاهدات، كل سنه وانتم طيبين بمناسبة العام الميلادي الجديد. اللهم أسأل الله أن يجعل عام سعيد على مصر والعالم يا رب العالمين. لما نتكلم ونقول أنيميا يعني فقر دم، تمام؟ أنيميا يعني فقر دم. إيه هو فقر الدم؟ أقول هو عدم وجود ما يكفي من كرات الدم الحمراء، تمام السليمة لحل الأكسجين الكافي في أنسجة الجسم. نقول تاني، نقول هو فقر. لما نقول انيميا يعني فقر الدم. كل الناس يعني بعض، ما فيش بيت هتلاقيه خالي من انه الطفل ما فيش انيميا، الزوجه ما فيش انيميا، وهو اكثر المرض ده يصيب مين؟ يصيب النساء والاطفال بكثره اكثر من الرجال. نعم، يعني دكتور غالبا بنلاحظ مثلا احنا بنوكل اولادنا اكل نظيف واكل يعني سعره عالي جدا، اشهى الاكلات بناكلها، اشهى الفاكهه برضه بناكل فاكهه، في موجوده فاكهه في بيوتنا، لكن مع ذلك بنلاحظ برضه اولادنا بنروح نكشف عند الدكتور فيقول لنا ده عنده نقص مناعه، عنده المناعه بتاعته زايده، عنده مش عارف ايه موضوع الانيميا دي؟ ده بيبقى نقص في التغذيه، ان طبعا الانيميا الفيتامينات ضعيفه، الفيتامينات ضعيفه، فيتامين بي 12 ضعيف، يعني كله ده بيبقى نقص في التغذيه. ده ممكن يكون وراثي يا دكتور؟ يمكن وراثي، من هنتكلم فيه انه وراثي بعد شويه ان شاء الله. طيب دكتور، طبعا النهارده عايزين بعد ما عرفنا معنى ايه الانيميا يا جماعه، ان هي الدكتور قال ان هي نقص في كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء دي بتبقى ناقصه عند الشخص، فعشان كده بيجيله الانيميا. طيب دكتور، عايزين نعرف الاعراض، بحيث النهارده اخواتنا المشاهدين والمشاهدات يعرفوا الاعراض. بمجرد ما اشوف الاعراض دي على ابني ولا بنتي بطبع على طول اعرف ان دي انيميا، على طول اروح للطبيب واعمل التحليل بحيث اخد العلاج، ولو العلاج مش جايب نتيجه اتوجه للدكتور يونس اجيب منه العلاج اللي هي التركيبه الجميله بتاعته. برضه ياخد العلاج ده وياخد، يعني لا مانع انه خد علاجنا جنب العلاج ده ان شاء الله. تمام. يا ريت كل واحد يجهز ورقه وقلم كده عشان الموضوع مهم النهارده في موضوع اعراض الانيميا، لان شويه اعراض كتار. تمام. هنقول اول نوع من الاعراض عدم انتظام ضربات القلب. تمام. دايما كده يبقى ضربات القلب وما فيهاش انتظام. تمام. لانه فاقد التغذيه. تمام. ضعف في التنفس. تمام. بيجي يتنفس عنده ضعف. تمام. تمام. الصداع المستمر. دايما يجي الصداع المستمر في اماكن مختلفه من الراس. ازاي يا دكتور؟ صداع مستمر في دماغه على طول، ممكن يقول لي انا عندي صداع هنا. تمام. ممكن يصدع هنا، ممكن يصدع هنا، مش متزن. ليه؟ برضه سببه تغذيه، يعني اعراضه تغذيه. كثره الصداع بكثره دي تدل ان الشخص ده عنده انيميا. الارهاق والضعف العام، الارهاق على طول، ده من الشخص مرهق بدون ما يعمل اي حاجه، بدون ما يعمل اي حاجه، لانه بس هو مرهق. والضعف العام. تمام. ضعف النظر، وبعدين بتجيب غشاوه عن النظر الانيميا. تمام. نحرص يا جماعه الاعزاء المشاهدين، نحرص، والمشاهدات نحرص من هذا الموضوع. بس انا دكتور نظري، يعني نظري كويس، ما عنديش انيميا انا، هو الحمد لله يا جماعه اهو نظري كويس والله، عيني حلوين. شوف عامله ازاي، حلوين اهو، ما شاء الله عليك، مش حلوه اهو، ما حدش يزعل مني، والمخرج يقول لي النضاره والنضاره اهو، انت لابس نضاره اهو، بس انا نظري كويس. لا ده قصر ايدين يعني ايه؟ لابس نضاره، يعني نظرك ضعيف يعني مش بتتغذى برضه كويس كده. هتطلع لي كده هتقول لك ده نظري ضعيف ومش هينفع. على اي حال ماشي. الارق وعدم القدرة على النوم. أرق كتير جدا يا دكتور، الناس بتشتكي من هذا الموضوع، الأرق، أنا مش عارفة أنام برغم إن أنا متعشية كويس والأمور تمام، ولكن برضه موضوع الأرق ده عايزين برضه نعمل عنه حلقة إن شاء الله في إن شاء الله تعالى. والقلق، حتى لو النهارده على فكرة كنا بنزور مريض قبل ما نطلع الهوا يا جماعة، أول سؤال من الأخت اللي كانت موجودة جنب المريض تقول إحنا لما عرفت إن إحنا كصحة نفسية وكعلاج بالطب البديل، قالت احنا عايزين نعمل حاجه عن القلق والارهاق النفسي والارهاق الذهني والحاجات دي كلها. طيب اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي هذا المريض. نعم. اللهم امين، اللي كنا في زيارته ان شاء الله. يا رب. اتفضل. رعشه في الجسم على طول الوقت. تمام. يجي في الجسم رعشه. دي من الاعراض يا جماعه، سجلوا. تمام. رعشه في الجسم على طول الوقت. الم في المفاصل والعضلات، تلاقي في المفاصل على طول عنده الم بدون حاجه خالص، بدون اي شيء، ضعيف البنيه. ضعيف. ومش شرط انه يكون الانيميا دي عند واحد مليان. لانه ده نقص في كرات الدم الحمراء. تمام يا دكتور، نقص في كرات الدم الحمراء على طول. تمام. يعني ايه عشان برضه نوضح برضه رؤيه لاخواتنا المشاهدين والمشاهدات، النقص ده يا دكتور يعني ان الاغذيه ما هيش منضبطه ولا اغذيه ضعيفه؟ هو بيكون سببين، سبب وراثي، الاب والام كده واخدين منه، واخد منهم الطفل، وبتكون طبعا النوع الثاني بيبقى اهمال. طيب تمام. اهمال في التغذيه. تمام. قبل طب ما نستكمل موضوع الاعراض برضه اكتر، معانا اتصال ام احمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا ام احمد، السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ بخير الحمد لله، ربنا يسعدك. اتفضل يا دكتور. ام احمد، حضرتك كنت هتكلم، عندي ابني عنده 2 سنتين و3 شهور. من ساعة ما اتولد بس مولود بأنيميا، عنده أنيميا. عملت له تحليل قالوا لي إن نسبة الأنيميا عنده 6. تمام. فدلوقتي بس هو جسمه ضعيف جدا. سنه قد إيه؟ سنه قد إيه يا أم أحمد؟ أم أحمد سنه قد إيه؟ عنده 2 سنتين و3 شهور. 2 سنتين و3 شهور. حد بيشتكي عندكم في العيلة من هذا الموضوع الأنيميا؟ لا، والده ووالدته. أنا كنت حامل فيه وأنا عندي، وكان عندي أنيميا أثناء الحمل. كان عندك انيميا. تمام. حالة الحمل. تمام. تمام. لما حضرتك وضحت كانت نسبة الانيميا عندك قد ايه؟ انا ما اعرفش والله يا دكتور، بس كل اللي اعرفه ان انا كنت حامل، كان عندي انيميا، كان عندي. طب الولاده كانت قيصري ولا عاديه؟ لا كانت قيصري. قيصري اه، يبقى كان فيها نسبه انيميا عاليه. تمام. اه طيب، اشكرك يا ام احمد، والدكتور يونس الأرامبي هيرد على حضرتك. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حضرتك عشان ده طفل هنجيب عسل بيور، عسل بيور زهره نوار البرسيم بس طبيعي بيور، ونحط عليه على كل نص كيلو 10 جرام، واديله نص معلقه مع الزبادي يا ام احمد. نعم تمام يا دكتور. تمام طيب، نستكمل موضوع الاعراض. نستكمل موضوع الاعراض. قلنا رعشه في الجسم على طول، رعشه في الجسم على طول. ألم في المفاصل، اليدين والقدمين ديما على طول فيهم برودة دايما، بيجيني حتى الواحد لما كده امسك عليها ايديه دايما باردة. ده يدل على ان هو عنده يدل على ان انا عنده انيميا. بس يا دكتور النهارده وقت فصل شتاء، كلنا طبعا بردانين يعني. لا ده بالذات بتبقى برودته عالية يعني، واطرافه دايما الاطراف دايما البرودة فيها عالية. كذلك بيكون شحوب واصفرار في الوجه والجسم، تلاقي شحوب في وشه واصفرار في يعني ايه شحوب يا دكتور؟ الشحوب بيبقى الجسم كده مصفر كده شاحب. تمام. دي قالب على كده، بعد كده شويه ممكن يدخل على اكزيما. نخلي بالنا اخواتنا المشاهدين من هذا الكلام. دي اعراض كانت الانيميا، لسه خلينا فيها. في حاجات ثانيه يا دكتور؟ لسه فيها، هنخلصها طيب. كلها ان شاء الله. طيب ده هو اكتر من حاجه، الانيميا دي فوق ال 400 حبيبنا. مع معظم امراض الانيميا يكونوا نحافه، يعني هم النحافه فيهم اكتر من اللي هم يكون عندهم سمنه. يعني انا دكتور النحيف اكتر اصابه بالانيميا اكتر ما يكون عنده سمنه. لو النهارده ابني والله بنتي شايفه ان انا بغذيه، لكن برضه هو النحافه عاليه عنده، دايما جسمه مش عاوز يزيد، احلل على طول. ده عنده انيميا على طول، اتوجه للتحليل على طول عشان نعرف انيميته كام. تمام. في عندي خلل في افرازات الغده برضه اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت. في حاجه بقى مشكله كبيره دي عند النساء، يا ريت ياخدوا بالهم منها. تمام. تساقط الشعر كتير جدا. تساقط الشعر ده في انيميا جامده، وانيميا بتبقى فوق يا تحت الثمانيه، من الثمانيه ل10 دكتور. بس غالبا ده يجيب تساقط شعر على طول. بس غالبا يا دكتور تساقط الشعر حتى في الرجال ده يعني دي عوامل نفسيه مؤثره عليه، فالعوامل النفسيه برضه داخله في موضوع الانيميا. تمام. تساقط الشعر ده ممكن يكون عنده قولون، ممكن يكون عنده امراض هنتكلم فيها بالاسباب شويه. تمام. ممكن يكون عنده انتفاخات وغازات ورياح، ده يجيب تساقط شعر. تمام. وهو بيعالج الراس وما بيعالجش البطن. لازم يفحصوا الطبيب. طيب. الطبيب البطن عشان يفحصه. وقتنا يا دكتور، خلينا ننتقل لنقطه اخرى. ماشي. عايزين يا دكتور النهارده عايزين نعرف الاسباب. طيب يعني هو ايه الاسباب اللي ما كملتش برضه عشان وقت العصبيه الزائده وكده، وتساقط الشعر والاكتئاب والقلق، دي من الاعراض. الاعراض كتيره. الاسباب منها عدم تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والمعادن والحديد. ده سبب. تمام. معلش ممكن تقول الكلام ده ثاني؟ عدم تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والحديد. تمام. والمعادن. تمام. نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك. تمام. امراض الغده الدرقيه، هنفضل نتكلم نقول يا جماعه امراض الغده الدرقيه اذا كان فيها فرد هي مسؤول عن الغذاء والماء، بتجيب انيميا. طيب ممكن ناخد استاذ احمد؟ اتفضل. يا مرحبا استاذ احمد، اتفضل. دكتور سؤال. اتفضل. بالنسبه للعلاج الانيميا بالنسبه للكبار يعني في السن، بيبقى فيه اغلب اعراض زي الصداع والدوخه، ورجل بيبقى ساقعه شويه، جسم بيبقى بارد شويه، والرحمه. فبالنسبه للكبار يعني احنا طبعا اتصلنا بشركه البركه وجات المنتجات يعني عملت مفعول كويس الحمد لله، والنتيجه مرضيه للجميع. طب كويس كده، اشكرك. تمام. يعني انت حضرتك استاذ احمد جربت منتج الدكتور يونس؟ بارك الله فيه، حاجه جميله وربنا ينفع بين المسلمين وعامه المسلمين كلهم. استاذ احمد منين حضرتك؟ من محافظه سوهاج. من محافظه سوهاج. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ممتاز. دي بشرى كويسه. شركه مضمونه وناس على دين وعلى تقوى، وناس بحاجات علميه وبيسالوا على اغلب الحاجات والاعراض والحاجات دي، مش حاجه كده مع بدايه وخلاص. فاهمين اللي بيعملوه بالتركيبات وبالاحجام والحاجات دي، عارفين كل حاجه حاطينها ايه ومن مصادر موثوق منها يعني. يعني انت النهارده استاذ احمد تنصح النهارده اخواتنا المشاهدين بايه النهارده اللي عندهم انيميا وعندهم اي مرض من الامراض ممكن يتوجه للدكتور يونس؟ المشتركه، وطبعا اغلب الارقام موجوده وهم ما بيتاخروش عن اي حد وبيوصلوا الحاجه وفيهم البركه وجزاهم الله كل خير. اشكرك استاذ احمد، اشكرك، شكرا لحضرتك. ودي كانت والله انا ما عارفه مين، بس انا والله ما عارفك مين والله يا عم احمد، لكن اشكرك وجزاك الله خير وربنا يبارك فيك، كل سنه وانت طيب. تمام، دي كان اتصال من اخواتنا المشاهدين بيقول ان انا اخذت التركيبه بتاع الدكتور يونس، شركه البركه. الدكتور يونس عنده صاحب شركه البركه للعسل والزيوت والاعشاب، العلاج بهذا الامور يعني. فبقول ان اخذت التركيبه والتركيبه جابت معايا مفعول كويس، فهو بينصح النهارده اي حد عنده اي مرض من الامراض يا جماعه مش عارف يتعالج منه، ممكن ارقام النهارده دكتور يونس على الشاشه، ممكن نسجل الارقام يتواصل مع الدكتور يونس بحيث ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في شفائه ان شاء الله. طيب دكتور يونس خلينا نتواصل برضه نتكلم اكتر عن الاسباب. الاسباب الاصابه بمرض المعده والكبد زي ما قلت لكم في الاول. اصابه بمرض المعده والكبد، المعده ايه يعني؟ فيها قولون، عسر هضم، حموضه، انتفاخات غازات، تمام، ارياح. دي طبعا الامعاء كلها فيها مشكله. طبعا عدم الاكل الكويس، عدم مضغ الطعام، ده كله يجيب لي يسبب لي انيميا، تمام. والكبد نسال الله العفو والعافيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفى مرضى الكبد، لأنه ده يعني بيبقى مرض شديد. وليه أمراض الكبد مش في كل الأمراض؟ ويشفي كل الأمراض يعني. مش عاجب الكبد يعني. يا رب أمراض المسلمين كلها وغير المسلمين كلنا مشدين اهو معاكم اهو، عشان لو حد مثلا مريض يقول لك هو بيدعي لفلان واحنا زينا. يا رب كل أمراض الناس كلها. ايوه يا دكتور، يشفي أمراض الناس كلها يا رب. تمام يا دكتور، ربنا يحبك يا دكتور. عوامل وراثية برضه تنتج عنها الإصابة بفقر الدم، بنقول عوامل وراثية. عوامل وراثية دي مشكلة يا جماعة. الواحدة وهي حامل تبقى تاخد بالها، الواحده وهي حامل تاخد بالها انها تتغذى كويس. وهنقول الاسباب، في الاسباب دي عامه، لكن الاسباب للنساء بقى هتكون خاصه، سببين من ضمن سبب النساء: الاصابه بالدوره الدمويه، للنساء، والدوره الشهريه تكون احد اسباب فقدان كميه دم كبيره. دورة الشهرية يعني دي يا دكتور نخلي بالنا، اللي يا رجاله تخلي بالك من حبيبتك، زوجتك، ام ولادك، تخلي بالك دايما كده بدل ما بتبص المرايه كتير، بص وشك في وش زوجتك، لو عندها تعبانه ولا حاجه على طول خدها وديها للدكتور، ابحث عن علاجها، ابحث عن حاجه عشان تعرف كان هي عندها انيميا ولا ايه. هي بتفقد دم اكتر من الرجل، فعشان كده بتبقى هي نسبه خطوره عندها اكتر. نخلي بالنا، لو انت بتحب زوجتك، اما ما بتحبهاش ما علينا. كمل يا دكتور. بتصاب النساء ديما بخلل اثناء الحمل بفقر الدم. طيب ناخد ندام اسراء. اتفضل يا باشا. اهلا وسهلا ندام اسراء، اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك انا ولدت بنتي، بحلل عليها، عندها كان عندها سنه ونص يعني، فلقيت عندها نسبه انيميا، الانيميا بتاعتها 6.5، فحللت لها الدم وكده فطلعت مش انيميا اللي هي نقص حديد. فبعدها الدكتور طلب مني تحليل فصل كهربي، فطلع عندها الاتش بي اللي هو الهيموجلوبين الجنيني بتاعها طلع 9%، تمام، والهيموجلوبين ايه تقريبا 87%، تمام. فالمفروض ان هو اشكرك استاذه اسراء، مدام اسراء، بس كنا عايزين نسمع برضه اكتر، لكن برضه الدكتور هيحاول يجاوب على قد اللي فهمه. عندها كام سنه؟ عندها كام سنه؟ الطفل عنده 6 سنين وأشهر. 6 سنين وأشهر. طيب يا هو طبعا ما هي الانيميا يكون عندها انيميا ضد الفول، الفول. ما هي انيميا عندها، مش عندها انيميا، اصل الانيميا حضرتك ليها اكتر من نوع. لا الانيميا 400 نوع. بالظبط، فنقص الحديد دي غالبا بتبقى موجوده عند الاطفال. فهتبقى برضه هنستعمل العسل الاسود الطبيعي، العسل الاسود مع حبوب اللقاح. هتستعملي العسل الاسود مع حبوب اللقاح مع طلع النخيل شويه. اتفضل. طيب دكتور، طبعا عشان وقتنا بس، اشكرك على اجابتك. خلينا ننتقل بقى للعلاج عشان الوقت بتاع البرنامج. طيب حاضر، ننتقل للعلاج ان شاء الله الان. طيب بالنسبه برضه هناخد بس شويه بساط. المراه اكثر اصابه هم والاطفال من الرجل، لان تصيب عشان خاطر الحمل والرضاعه. ننتقل للعلاج. قبل ما ننتقل للعلاج، في انيميا اسمها انيميا الفول. الفول ايه يعني؟ ايه يعني انيميا الفول دي؟ كلش فول يعني والله ايه؟ هو مرض. انا بفطر فول، بحب الفول يا جماعه، بفطر فول. لا. هو مرض وراثي ناتج عن خلل من تصنيع الانزيم المسؤول عن حمايه كرات الدم الحمراء. استنى يا دكتور، بس ده افتكرت حاجه، ده الشعب المصري كله بياكل فول. انيميا الفول دي مشكله، ده انيميا من نوع الانيميا دي يعني دايما اسمها كده انيميا الفول، اسمها انيميا الفول. يعني البقوليات كلها ممنوع عنها، فيتامين سي ممنوع عنه، الليمون والبرتقال ممنوع عنه، في كل بعض حاجات حوالي حاجات كتيره ممنوع عنها. يعني انا دلوقتي في الصباح لما اروح اجيب مثلا بجنيه فول ولا ب2 جنيه مش فول، ليك يا دكتور والله اجيب سندوتشات، اقول له النبي ما تديني مثلا الفول اللي ما هو ما عندوش بدون انيميا ولا ايه؟ انيميا والله ده دكتور بقى الدكتور استشاري صحه نفسيه. حلو يا دكتور. طيب خلينا نخش يا دكتور على العلاج. اما العلاج بنصح بقى بالعلاج. اول حاجه بتجي للطبيب والطبيب بيفحص. تمام. الطبيب بيفحص لي اعمل تحليل. تمام. اعمل لي تحليل. هيعمل تحليل طبعا، هيشوف الانيميا، ما هيشوف الانيميا اهو، بقول هيشوف الانيميا مثلا عند النساء اقل من 11 يبقى فيها انيميا، فوق ال 11 مش هيبقى برضه مهدده بانيميا، لان المفروض 11 12 13 دي النساء. تمام. تقوم يعني تتعالج ازاي؟ طيب في اتصال ولا؟ لا اتفضل اتفضل. بس انا دكتور عايز برضه شايف قدامك عسل، عشان انت راجل عسل ولا ايه؟ انا ما حطوش ليه المخرج هنا قدامي عسل على الثاني عشان ابقى هكمل. طيب والله مع المخرج انا مش عسل ولا ايه؟ هكمل في العلاج. هكمل طيب. في العلاج ماشي. تمام. تناول الغذاء الصحي والحديد وفيتامين ب12 وتناول اللحوم الحمراء منها الكبده يا جماعه، وتكون طيبه نص طياب. الكبده اللي هم بيحرقوها لا، بتجيب الكبده ما تغسلهاش، ويا ريت يعني تجيبيها كده وشطفه بسيطه كده والطيبان نص طياب، دي ممتازه جدا للانيميا. تمام. والاسماك البحريه هناخد طبعا العلاج. خليكم معايا بقى في العلاج. العلاج ده جميل جدا. هقول بسم الله الرحمن الرحيم في العلاج. حاجه حلوه خالص. يا ريت اول حاجه نص كيلو عسل. ورقتك وقلمك فين؟ قول لهم. يلا يا جماعه الدكتور بيقول لكم الورقه والقلم جاهزين. ما احنا مؤلفينهم على كده. هو كان في الفيلم، البنت بتقول له ايه؟ كان الفيلم الليمبي، كانت والدتك بتقول له ايه؟ صوتك معاك. لا الورقه والقلم على طول. نص كيلو عسل من حبه البركه او من السدر الجبلي اللي هو ده. نص كيلو نص كيلو سدر او حبه البركه طبيعي بيور، ما فيش فيه جرام سكر، عليه 50 جرام حبوب لقاح. اول تركيبه يا جماعه نتائج هائله. يلا. نتائج ممتازه جدا. تمام. عليها 10 جرام غذاء ملكات بلدي، ده اول حاجه. تمام. نص كيلو عسل اسود، دي التركيبه الثانيه. اسود عليها 50 جرام حبوب لقاح، عليها 50 جرام حبوب لقاح، عليها 50 جرام حبوب لقاح. تمام. عليها 50 جرام طلع النخيل، اخد معلقه صبح ومعلقه بالليل. طيب التركيبه الجميله اللي قدامنا دي يا جماعه اللي هي بفضل الله الانيميا في خلال اسبوع، واحد، اسبوع ل 10 ايام باذن الله. تمام. قدامنا بنقول فيها ايه؟ فيها 35 جرام اكليل الجبل. 35 جرام اكليل الجبل. اكليل الجبل. 20 جرام 20 جرام خواص، 30 جرام صمغ الكثيره البيضاء، 15 جرام شمر، 20 جرام حمص مع كيلو عسل سدر او جبلي او حبه البركه. ده العلاج، ده العلاج التام. مع تناول بقى طبعا الخضروات بطريقه طيبه، مع تناول مشروب، المشروب الصحي بطريقه امنه. يا ريت اخد مثلا اليلسون مع الكراويه مع الشمر مع البردوش. امن باذن الله وتمام، ويبقى 100% ان شاء الله مع شويه زنجبيل. تمام يا دكتور. كان بودي ان انا يعني ناخد وقت اكتر من كده مع معاليك، لكن لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والعرفان الى معاليكم. بجد استفدت انا شخصيا من هذا الموضوع. هروح البيت هعرف زوجتي عندها انيميا ولا ما عندهاش، هعرف اولادي عندهم انيميا على طول، على طول هاخدهم واروح احلل لهم، والناس اللي هم حواليا برضه هعرف ان هم عندهم انيميا ازاي من الاعراض والحاجات اللي انا والاسباب اللي انا سمعتها من حضرتك. اتمنى ان نكون النهارده استفدنا من الحلقه بتاعه الدكتور النهارده الباحث والخبير دكتور يونس الأرامبي المتخصص في العلاج بالطب البديل. كل التحيه والتقدير لمعاليكم، وبجد انا شايف قدامك عسل وانت راجل عسل، وتحياتي ليك. وايضا الشكر ايضا موصول الى اخواتنا الافاضل مخرج البرنامج الدكتور الاستاذ اشرف العمده. طبعا هو اشرف عمده وابن عمده، طبعا ما يقدرش حد يتكلم في اكتر من كده، وكل القصد الموجود معه. كل التحيه والتقدير الى رئيس القناه ومعد البرنامج وكل طاقم من يعمل في قناه الصحه والجمال. كل الشكر والتحيه ليهم ان هم تركوا لينا هذا الوقت ان احنا خلينا يعني نتواصل مع اخواتنا المشاهدين والمشاهدات. والشكر ايضا الاكبر والاوسع لاخواتنا النهارده اللي بيشوفونا متابعين لينا، متابعين برنامج تفاعل مع عايد. كل الشكر والتقدير لحضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في نفس الموعد. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خليكم متفائلين.